واش معلم؟ شوفوا خمامة مليح نبدلوا الخدمة. واش قصدك؟ الموبيلي، الهوتيلري، لو توريزم، لي سيرفيس، من هنا والفوق ما نخدموا غير في النظيف، لو بروبر. ما فهمتهاش هادي معلم. كيفاش نجي له الخدمة من هنا؟ احنا اصلا رانا في نافير دو دراك. انا رايحين مينيموم 15 وانت راك تقول ما تقلقش. كيفاش ما يتقلقش؟ ولا قول لي قصودك فيها نف؟ صح معلم، لابس كيما هذا وحان خرجوا. عندك الحق من هنا. بصح من حبس اخر تقدروا. من على شي عمات راح يبدل لكم الحبس. تقدروا تحرموا. الخبر يفرح. انت معلم كيفاش؟ جمعتكم اليوم؟ في هذا المكان والمكتب اللي اقتنيناه مؤخرا وخصيصا لدرس ملفات قضايا عمر عبد الجواد اللي راه متورط فيها. اخترتكم لانكم احسن اساتذه في البلد من اكبر المحامين. الثقه تاعي فيكم كبيرة بزاف. جو فوزيتري سلو فولي. إن شاء الله نخدموا اليد في اليد ونصيبوا الطغرات اللي نخرجوا بها إن شاء الله سي عمر من هذا المأزق. سوايو ميثوديك. أولا كاين قضية قتل فضيلة جريمة. قضية ثانية قضية مخدرات، تجارة بالمخدرات. قضية ثالثة عملة صعبة يعني الدوفيز. أبارسا نضيف ما عنده حتى مشكل لا مع الفيسك ولا مع لي زامبو ولا مع الانسبيكسيون دو ترافاي. صح. كل واحد فينا أو راح يستكلف قضية. وشن؟ نحبكم تدرسوا هذه الملفات بدقة وإحكام. نحبكم تصيبوا لي الثغرة والفايل يا رايحين ندخلوا منها باش نسلكوا بها السي عمر. مدام كنزة سي قاسم. سي حمد. سي طاهر. مبروك عليكم. هذه غير الدفعة الأولى بيان سير تاع الأتعاب تاعكم. فيها ثلاث قضايا. قضية القتل أنا اللي مسكلف بها. قضية المخدرات تعود ليك سي قاسم. ما يكون لا خطرك. مدام كنزة عندك قضية العملة الصعبة. تخي بيان. مدام كنزة. سي قاسم. شكرا. وانا واش من قضية ندي استاذ؟ انت ما عندك حتى قضية. انت سي حميد عندك مهمة
والمهمة تاعك صعيبة شوية. المهمة تاعك راك راح تتبع واحد لو كان يقعد في الشرطة أو راح يقلقنا بزاف. شكون هذا؟ هذا يقولوا له حمزة كوشيدا، كونترولور دو لا بوليس ناسيونال. سي ان كونترولور جينيرال دو لا بوليس ناسيونال. الو سي حميد، حبك تفتشوا في حياته. وكي نقول حياته يعني حياته، ولاده، عائلته، خدمته، الماضي تاعو. دبر راسك كيفاش دير. لازم تصيب الثغرة، لازم تصيب الغلطة اللي دارها في حياته باش نستغلوها ونلبسوا له تهمة، نديروا له قضية ندخلوا بها يا للحبس يا اون فا لو فار فيري دو لا بوليس. ما صح نفهموا مليح كون جو دي فيري بالقانون. مفهوم سي فريد. وانا علاش عيطت لي استاذ؟ انت سي طاهر انت تانيك ما عندكش قضية، انت تانيك عندك مهمة، ولكن مهمة خطيرة، خطيرة جدا سي طاهر. انتك راح تتبع واحد واسمه فاضل. شكون هذا فاضل؟ هذا فاضل عبد الجواد. الو سي فاضل. قول لي مازالهم في السنتر كوميرسيال؟ راني نتبع فيها. اوكي غير يدخلوا للدار خبرني. اوكي با بروبليم. صحيت.